التعادل يفرض نفسه في مباريات اليوم الثلاثة بكل أشكاله، تعادل بدون أهداف في مباراة الزمالك والإسماعيلي، تعادل بهدف لكل فريق في مباراة المصري والمقاولون العرب، وتعادل بهدفين لكل فريق في مباراة سموحة والداخلية. 6 أهداف تم تسجيلها اليوم، أداء متوازن لحكام المباريات الثلاثة. تعالوا مع بعض نروح نشوف صحة أو نتأكد من صحة الأهداف التي تم تسجيلها في المباريات اليوم من الأسبوع 27. نروح مع بعض للمباريات ونشوف الهدف الأول ونتأكد من أن حارس المرمى لم يتم ارتكاب أي مخالفة ضده من أي لاعب، سواء هو أو اللاعب اللي على الأرض ده. شفتوا حضراتكم حارس المرمى رايح وبيصطدم بزملائه وتوصل الكرة سليمة 100% وهدف صحيح 100% للداخلية. نروح لهدف التعادل، وكأن كربون نفس الشيء أيضا، نشوف حارس مرمى الداخلية وهل هناك أي احتكاك معاه. شوف حارس مرمى الداخلية هو اللي رايح والكرة اتلعبت بالرأس من قبل ما يوصل الحارس، والهدف أيضا هدف صحيح. نروح للهدف الثاني للداخلية، ادي ركلة المرمى وادي الكرة وادي خطأ من المدافع وتصويبة، وايضا هدف صحيح 100%. مرة تانية ادي المدافع وادي المهاجم وما فيش اي احتكاك يتم. على فكرة الاهداف اللي بتيجي بالشكل ده بتريح الحكام جدا، وكمان بتريحنا احنا كمان جدا في التحليل. نفس الشيء الهدف أو هدف التعادل لسموحة يتم بنفس الطريقة، وكأن الأهداف كلها بتيجي بعد ما تبقى في كرة عرضية وبعدين بدون أي احتكاكات أو أي أخطاء وتصويب على المرمى. حتى الآن الحصيلة 4 من 4 أهداف صحيحة. مباراة المقاولون أو المصر والمقاولون العرب أيضا الهدف الأول برأسية دون احتكاك بين أي من اللاعبين، ورأسية محمد ناجي جدو، وبيفكرنا بأهدافه الجميلة في كأس الأمم الأفريقية أو في كؤوس الأمم الأفريقية اللي كانت مصر متربعة فيها على عرش الكرة الأفريقية. الهدف الخامس صحيح. نروح لآخر هدف تم تسجيله اليوم، وهو هدف لاعب المصري وتصويبة من مسافة بعيدة. إذن تأكدنا من صحة الأهداف الستة، ودي جزء مهم جدا في كرة القدم وجزء مهم جدا في أداء الحكام، إن الأهداف ما تكونش في أي شائبة في الأهداف التي تم تسجيلها. تعالوا مع بعض بقى نستعرض الحالات التحكيمية في الثلاث مباريات. نروح ونبدأ من آخر اليوم ونروح مباشرة لمباراة المصري مع المقاولين العرب. حكم المباراة أحمد الغندور، حازم أبو الوفا حكم مساعد أول، رجب محمد حكم مساعد ثاني، وحسن السندبيسي الحكم الرابع، والقرعة واختيار الملعب. ونروح للحالة الأولى ونبتدي نشوف هنا الإنذار. أنا عايز أقول ليه الإنذار، وخلينا نرجع للقطة الأصلية بعد ما نشوف الإعادة. بصوا حضراتكم الكرة أهي، بصوا اتلعبت خلاص. بعد ما اتلعبت الكرة مفيش داعي بقى للاحتكاك ده. عارف لحضرتك لو الاحتكاك ده تم أثناء التنافس على الكرة كنا هنتكلم عن عرقلة، ولكن بعد ما اتلعبت الكرة إذن الكرة مش موجودة، إذن ده يعتبر سلوك غير رياضي يا محمد، وبالتالي يستحق عليه الإنذار. طبعا دي الإعادة. نروح للدقيقة 33، ومن الحاجات اللي احنا بنحذر منها، وهنا برافو الحكم إن هو ما بيسمحش استخدام الذراع، واتفقنا انه الحد الادنى لاستخدام، زي ما حضراتكم شايفين كده، لاستخدام الذراع في الوجه الحد الادنى هو الانذار، لانه بيتحول من سلوك مشين او بتقل العقوبه من الطرد للانذار، على اعتبار انه هو هيبقى سلوك غير رياضي. ودي من الحالات اللي بتحصل كتير في المباريات، و معلش أنا بقول إنه اكتشاف الحالات اللي زي كده يجب إن احنا نركز فيه كحكام في كل الكرات العالية، عشان ده بقت سمة اللاعبين النهاردة استخدام الذراع،
وارتطامه بالوجه، دي من الحاجات اللي الاتحاد الدولي بيحذر دايما منها. هنشوف هنا فاول الصفارة، الحكم بيقول لا مفيش، الحكم مساعد اداله الفاول، احتجاج من المدير الفني، وبيقابله هنا تحذير من حكم المباراة وإدارة واحدة من الأزمات اللي ابتدت تكتر في ملعبنا النهاردة. إدارة الأزمات دي يا جماعة محتاجة حنكة، محتاجة هدوء وانت بتتصرف، وفي نفس الوقت محتاجة حسم. الفاول موجود والقرار صحيح. أقول لحضراتكم تأثير أو محمد عودة تأثر بإيه. محمد عودة اتأثر في البداية بإيه؟ مش باللعبة دي أكتر ما هو اللاعب اللي الكرة اتشاطت في صدر زميله أو في صدر لاعبه، ولعبه وقع على الأرض يتألم، والكرة كملت، وبعدين ارتكب فاول تاني، والحكم تأخر في الصفارة لغاية لما جاله القرار من الحكم المساعد، وبالتالي تأخير الصفارة ده محمد عودة من المديرين الفنيين أصحاب الخلق الرفيع والعالي، ومش من الناس الحقيقة اللي يعني شفنا منهم أي اعتراض على الحكام والتحكيم، وبالتالي انفعاله ده انفعال على اتنين من لعبته، واحد بدون خطأ الكرة جت في صدره اللي هو ده، ايوه هي دي اللي انا كنت اقصدها، سلام عليك عظيمه. دي اللي قلقت محمد عوده اكتر، لانه اللعب ما وقفش، الكره من مسافه قريبه الحقيقه، وبعدين تصطدم في بطن او في صدر اللاعب. انا كنت اشوف انه الحكم لو شاف اللقطه دي بهذا الشكل كان لازم يوقف المباراه هنا قبل ما يستمر اللعب، خاصه ان ما فيش خطوره في نص الملعب. يمكن ده اللي خلى محمد عوده ينفعل، ولكن الحقيقه تمت السيطره على الموقف من قبل الحكم والحكم الرابع. هنشوف هنا حالة تسلل، ونشوف الحكم المساعد الثاني لعبة دقيقة، لا ارجع لي لحظة لعب الكورة، لا لسه برضه دي خرجت عظيمة، انت استاذ في الحاجات ديت، يعني يا دوبك نوقفها وهي في لمسة بس، هي دي هو ده الكلام الصحيح. طبعا حالة رائعة من العظيمة، ولكن نقف بقى عند مع الحكم المساعد الثاني. احنا متفقين يا رجب انه مثل هذه الالعاب احنا بنقول انها الخط الواحد، والخط الواحد او الشك بالنسبه لك لازم يكون لصالح المهاجم. لو ما كنتش يعني لو ما كانش اترفع عليها كنا هنسقف لك. وريني كده موقف الحكم المساعد، هو رفع ولا لا؟ كمل اللقطه كده، كمل اللقطه، كمل اللقطه، كمل اللقطه، وريها لي نشوف. رفع عليها للاسف الشديد. كنت اتمنى انه رجب على فكره من الحكام المساعدين الرائعين، مثل هذه الحالات احنا طبعا الصوره اللي احنا وقفناها والخط ده مش موجود عنده، لكن لازم نتمرن على الحاجات دي، بتبقى رائعة، وبنقف نقول شابو للحكم المساعد لما الحالات اللي زي كده تمشي. يلا نروح لآخر حالة في المباراة، وهنشوف هنا في إنذار لاعتراض كابتن المقاولين العرب بهذا الشكل، تمام لسه مستمر في الاعتراض، إيده هي، والفاول صحيح وقرار الحكم صحيح باحتساب الخطأ لأنه استخدم إيده في وجه اللاعب، بس المرة دي مفيش سلوك، هي ايده بشكل تلقائي بيسند فكملت بعد ما اتحطت على ايه على كتفه الاول، بس ده امتداد للصورة، لكن هو ما كانش هناك سلوك، ولكن اعتراض اللاعب بهذا الشكل هو اللي حصل بسببه على الانذار. طبعا ده ادي الانذار اهو، وده كان كل الحالات الحقيقة اللي كانت في المباراة. مباراة كانت حقيقة مباراة فيها ندية، في التحامات كتير، في بعض الأوقات الحكم سمح بالالتحامات، وبعض الأوقات زي ما شفنا حالة كان يجب على الحكم أن يوقف اللعب ساعتها لسلامة اللاعبين، لكن في جميع الأحوال المباراة تمت بشكل رائع والتحكيم فيها كان تحكيم جيد. نروح للمباراة اللي تمت في أو اللي اتلعبت ظهر اليوم، خلينا نتكلم عن الإسماعيلي والزمالك، وخلينا نتكلم عن طاقم التحكيم الدولي محمد الحنفي، ومعه الحكام المساعدين أيمن دجيش الحكم الدولي، وعميد حكام مساعدي العالم، وعبد الفتاح عريشة، وأحمد السيد. هنشوف أول لقطة
وهو قال ان الكرة اتلعبت محمد واستمر اللعب، وهنشوف بعد كده احنا اللاعب خرج الكرة وهنشوف بعد كده اللعبة مرة تانية. اللاعب يتألم بشكل غير طبيعي، نشوف هنا اهو هنا كمل ارجع بقى مرة تانية ماشي كمل 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 اهو الكرة اتلعبت، بس هناك في قسوة يا محمد في الدخول بهذا الشكل، في قسوة بعد ما اتلعبت الكرة اللي تم ده، هل ده امتداد طبيعي والتحام طبيعي؟ لا، الالتحام الطبيعي اللي نقصده انك انت بعد ما تلعب الكرة وحصل بعد كده اصطدام، لكن خلي بالك بص اللقطة، الكرة خدها اه بس بص حضرتك بقى، بص نزوله وتكملته ونزول رجلين اللاعب بين رجل. ده بالعكس ده تهور من اللاعب يعاقب عليه. لعبة الكرة خلاص اتلعبت الكرة، ما كانش فيه فاول في اللقطة الأولى، في اللقطة الثانية أعتقد أنه كان فيه، يجب على محمد أن يوقف اللعب وينذر اللاعب ويحتسب، لأنه التهور بهذا الشكل أعتقد أنه كان يجب الحساب عليه. هنشوف الحالة الثانية ونشوف هنا اتحسبت لمسة يد على مهاجم الزمالك، هل اللي حسبها الحكم ولا الحكم مساعد؟ خلينا عظيمة نشوف كده اللقطة. أولا هنا ادي الكره اهي، كمل كمل اهو، اللاعب خد الكره هل بايده ولا بصدره؟ كله رفع اه، الحكم المساعد، الحكم مساعد اشاره من عنده. طيب خلينا بقى نشوف، يا ريت هو على كل حال هي الكره اتشاطت في المرمى واتصدت وده ما يهمناش، لكن اللي يهمنا هنا الكره في صدر اللاعب ولا في ايده. هنا هو اولا نمره واحد، هل الحكم المساعد هنا مكانه وزاوية رؤيته افضل من الحكم؟ ما اعتقدش ان في زاوية رؤية افضل من اللي فيها محمد الحنفي دي. اللي احنا شايفينها قدامنا، يعني هو كمان احنا زاوية رؤية الكاميرا بالنسبة للقطة اللي انا شايفه، يعني لو انا من قاعد من مكاني هنا، لا محمد الحنفي يشوف افضل مني، يشوف افضل مني انا وانا قاعد هنا. فازاي الحكم المساعد هو اللي ياخد القرار ده والحكم موجود في هذا المكان؟ قلنا يا جماعة التعاون مطلوب والتعاون مهم، ولكن لابد ان يكون تعاون منطقي. مش ممكن يا عبد الفتاح انت من مكانك اللي انت فيه ده نشوف تشوف اللقطه افضل من محمد الحنفي. خلينا هات اللقطه الاصليه كده يا عظيمه عشان نوري الكلام ده بقى من للناس واوريكم، بس شوف محمد الحنفي فين، اني مسافه افضل. محمد ما كانش ناوي يدي الحقيقه، وبعد كده صفر على قرار عبد الفتاح ريش. بيني وبينكم بعد ما خلص هسال محمد هو كان شايف ايه، لانه برضو انا شايف انه الكرة في صدر باسم، ولكن محمد الحنفي مشي مع قرار الحكم المساعد. هنروح للدقيقة 76، اتفقنا قلنا استخدام اليد في الوجه او استخدام الكوع في اي مكان بنحذر منه. اللعب استمر هنا، اللعب استمر هنا، هنشوف اللقطة تاني. ادي شوف اهو، بص حضراتكم اهو استخدام الايد اهو. يا جماعه قلنا الكلام ده حذاري حذاري، شفنا لقطه في المباراه اللي فاتت انتبه ليها الحكم واحتسب الخطا واعطى الانذار، هنا فاتت على محمد احتسابها، وبالتالي مفيش قرار نهائي في هذه الحاله، وكان يجب ايقاف المباراه واحتساب خطا وانذار اللاعب. هنشوف هنا في الدقيقه 92، هنشوف هنا في فاول ولا لا، الحكم اللعب استمر، اللعب استمر. طيب ورينا تاني، ايوه هل في احتكاك هنا؟ شوف حضراتكم بقى الاحتكاك ده، لو 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 رجلين احمد جعفر راحت مباشره لجسم اللاعب، كان احنا زي ما كنا بنقول كده كانه في سلاح تم ايوه بهذا الشكل، لكن لو 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 راحت مباشرة بالاسترزاد بهذا الكلام ده هنتكلم عن طرد. لكن اقل تقدير هنا ان الرجلين لو خدت بال حضراتكم هو خفف منها لما لقى في الاصطدام هيحصل، فابتدى يتني ركبته لجوه شويه، لكن شوفوا حضراتكم الاصابه نتيجتها ايه. طب هنا كان يجب ايضا احتساب ركله حره مباشره وانذار احمد جعفر في هذه الحاله، وده ما تمش. اخر حاله هنشوفها عندنا حاله سقوط داخل منطقه الجزاء، وخلينا نشوف هل في ركله جزاء، هل في فاول من بره، برضو استمر اللعب هنا وما شفناش قرار. خلينا نشوفها مره تانية،
في عرقلة من خارج منطقة الجزاء، في عرقلة، ولكن العرقلة تمت من خارج منطقة الجزاء. بص حضراتكم العرقلة فين؟ هنا اهو، اهي اهي، وقف نزل رجليه، نزل رجليه، اهي العرقلة تمت هنا. يبقى العرقلة ليه؟ رجليه هو، خلي بالك، وقف بس هنا، رجليه هو على الخط، رجلين المدافع على الخط، ولكن الاصطدام حصل بالجهة التانية من الرجل، الجهة التانية من الرجل، امشي شوية كمان عظيمة، اللي هي كانت خارج منطقة الجزاء، فكان يجب هنا احتساب خطأ خارج منطقة الجزاء، وأيضا هنا يستحق الإنذار عشان الهجمة الواعدة، وبالتالي لم يحتسب الخطأ ولم ينظر اللاعب في تقدير، أيضا نختلف فيه مع حكم المباراة. ده الحقيقة كان كل اللي عندنا في مباراة الزمالك مع الإسماعيلي اللي أقيمت عصر أو اليوم. هناخد فاصل أعزائي المشاهدين ونستكمل باقي حالات المباراة الأخيرة التي أقيمت بين سموحة والداخلية، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه دي ام سي سبورتس، هنكمل مع بعض باقي حالات اليوم. تبقى لنا مباراه سموحه مع الداخليه اللي اقيمت عصر اليوم. ادار المباراه الحكم الدولي محمود البنا، ومعه طه عطا كحكم مساعد اول، ومحمد صلاح عبد الفتاح كحكم مساعد ثاني، واشرف ربيع الحكم الرابع. هاخد ثلاث حالات في ثلاث دقائق، الاولى والثانيه والثالثه، هتحصلوا مع ورا بعض. هنشوف الحالة اللي في الدقيقة الأولى، وهنشوف هنا فاول، الفاول ده أهو أهو، شوفوا حضراتكم. بس أنا عايز بس أحط معايير، المعيار هنا إيه؟ بصوا حضراتكم كل اللي حصل إيه؟ بصوا الهتة دي، الشدة الخفيفة دي عملت إيه؟ عملت إيه؟ خلت اللي كان ورا بقى قدام خلت اللي بيهاجم هو اللي معاه الكورة، وفقد المدافع الكورة تاني، الوضع اتغير تماما اهو كمان. بس ارجع سنه كمان يا عظيمه شويه كمان، بس شوفوا حضراتكم مين اللي مسيطر على الكوره. الكوره بتاعت مين؟ بتاعت المدافع. الشده الخفيفه دي اللي لا ترى بالعين المجرده زي ما بنقول، عملت ايه؟ غيرت الوضع خالص. لاعب فقد توازنه، وقع وراح الراجل وشاطها وجاب جول. اذا ده المعيار بتاع الفاول. يحصل بقى هنا، يحصل داخل منطقه جزاء على مدافع، يحصل يتحسب منه ركله جزاء زي ما يتحسب منه فاول على المهاجم، وبالتالي لازم يكون معيارنا لتاثير وضع اليد. في احيانا واحد بيحط ايده على ظهر اللاعب بمجرد حط ايده بس ما بيحصلش شيء، ولكن لمجرد ما حدش بيقول لي اصل دي فاول خفيف ودي دفعه خفيفه ودي دفعه تقيله. اذا فاول صحيح حسبه محمود البنا. طيب هنروح عند الحكم المساعد الثاني، وهنشوف هنا تسلل كان في الدقيقة الثانية من بداية المباراة. هنشوف مع بعض لما نشوف لحظة لعب الكورة هنزعل ليه؟ لأنه محمد صلاح عبد الفتاح من الحكام المساعدين الرائعين، ولكن لا، خلينا لحظة لعب الكورة بتاعتنا عظيمة. أيوة أيوة، برضو بالرغم إنها خرجت هنا أهو. عارفين حضراتكم صعوبة الحالة في إيه؟ هو محمد متمركز بشكل رائع، صحيح 100%، اللي قدامه لاعب سموحة الأزرق. المفروض لما لاعب سموحة يبقى مغطي الرؤية عنك وانت ما انتش شايف مهاجم الداخلية، معناها ان مهاجم الداخلية في موقف سليم. اذا هنا قرار الحكم المساعد كان غير صحيح من غير ما نعمل بيرو او نعمل الخط. واضح طبعا الصورة قدام حضراتكم، حتى لو هنتكلم عن الخط الواحد، لانه هنا تحرك لاعب سموحة للخارج وتحرك لاعب الداخلية للداخل، هو ده اللي وقع محمد في الخطأ. طيب نروح للدقيقة الثالثة، أنا قلت لحضراتكم ورا بعض، ثلاث حاجات ورا بعض. هو بصوا، هو البنا هنا شاور على لمسة يد، ارجع لي تاني عشان أشوف بس أوريكوا حركة إيديه. بصوا حضراتكم هنا، هو هنا هنا يعني الدفع من عند لاعب سموحة، يعني الدفع من لاعب سموحة. ورينا كده اللقطة الطبيعية، اللقطة الطبيعية، لأن أنا شفت حركة بإيد البنا. ايوه الحركه دي اهي، لمسه يد، هو حاسب لمسه يد. احنا الصوره مش باينه بالنسبه لنا،
تاني نشوفها مره ثالثه من اللقطه الطبيعيه. احنا اللي شفناه انه الدفعه من لاعب سموحه من مانجا، ولكن هو احتسب لمسه يد قبل كده، اللقطه مش باينه بالنسبه لنا، فطالما مش باينه بالنسبه لنا نمشي مع قرار الحكم. تمام، نروح للدقيقه 8 ونروح هنا عند حاله تسلل عند طه عطا، نشوف لحظه لعب الكره. انا ما يهمنيش جت في مين، انا لحظه لعب الكره هو ده اللي يهمني، ده اللي يهمني. هقول لحضراتكم ليه تسلل. بص للعيبة التلاتة وشوف الخيال بتاعهم التلاتة مين فيه اللي متقدم، دي علامة. العلامة التانية الخط المربع الغامق أو المستطيل الغامق، واضح جدا أنه لاعب سموحة أقرب إلى الخط. لو اعتبرنا خط المرمى بقى هو نهاية الخط، ده أقرب الخط. الحاجة الأكيدة بقى اللي ده ولا ده، بصوا للحكم المساعد فين، شوفوا تمركزه الرائع، تمركزه الرائع يخليه ياخد القرار السيء. الحاجة الوحيدة بس اللي بلوم طه عليها ان هو ليه مواجه بالجنب، خليك صدرك كله للملعب هتشوف بشكل افضل، ولكن طه من الحكام المساعدين المخضرمين وبالتالي لم يقع في هذا الخطأ. محدش بقى يقول لي ده لعبها بدماغه، لان خلاص الموضوع انتهى. لحظة التسلل الاولانية اهي اللي اتحسب عليها، كمل. هل ده لاعب، هل ده لعب ولا ارتداد، ده اللي يشوفه يعني حكم المباراة يقدر يقدره. لانه لو هنعتبر انه ده لعب يبقى امشي 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 امشي، هنعتبر اللعبة من هنا وهنلغي اللعبة الاولانية. طه عطا عمل اللي عليه وقال انه لحظة لعب الكورة من عند زميل اللاعب كان في موقف تسلل، وهنا اللي يقدر بقى انه ده لعب او ارتداد محمود البنا. وهقول لكم ليه يقدره، لو محمود البنا، معلش الحاله مهمه عظيمه نرجع لها تاني، لو محمود البنا قرر ان ده لعب مش هيستنى يعرف في لاعب في موقف تسلل ولا لا. حتى لو اللاعب في موقف تسلل وده لعب فخلاص يبقى الكره هنا ملعوبه من المدافع، وبالتالي هو مش محتاج لرايه الحكم المساعد. هو هنا لو قرر امشي امشي، لو قرر ان دي لعب متعمد، يعني ايه لعب؟ يعني اللاعب المدافع لاعب، مدافع الداخليه لاعب، هنا مش هحاسب انا مهاجم سموحه. اذا القرار اللي خده طه عطا قرار صحيح، بانه على اعتبار انه الكوره هنا لحظه لعب الكوره كان لاعب في موقف تسلل، تقدير انه لعب متعمد ولا لا من الممكن انه طه عطا ما يقدرش يجزم بيه، لكن محمود البنا يقدر يقرر. طبعا هنا اكيد محمود لو تركيزه عالي يبقى هو قرر ان دي ارتداد وبالتالي صفر على التسلل، لكن لو كان قرر انه لعب متعمد تاني ما كانش محتاج يعرف اللاعب في موقف تسلل ولا لا. تمام، هنروح هنا لحاله من الحالات المهمه، سقوط لاعب سموحه بعد ما كان رايح للكوره ووقوعه هنا، هل ده دفع ولا ده التحام طبيعي ولا الايدين الاتنين شغالين مع بعض في اللقطه كمان؟ بس انا شايف الحكم قام بواجبه وجه في المكان اللي يقدر يشوف منه، شايف كمان ان الحكم المساعد موجود في المكان اللي يقدر يشوف منه. لو حضرتك عملت مثلث، لا وقف الصوره كده، لو عملت مثلث خط بين الحكم والاتنين لعيبه والحكم المساعد، هتلاقي ان الحكم والحكم المساعد في بوزيشننج رائع او في تمركز رائع علشان يكتشفوا الحاله، هما الاثنين عملوا اللي عليهم عشان يكتشفوا الحاله. طيب ممكن الاثنين يعملوا التمركز الجيد ويكونوا موجودين في المكان الصحيح عشان يشوفوا الحاله، وبعدين يطلع تقديرهم مش صحيح الاثنين، فنيجي احنا نكتشفه هنا. احنا عشان نكتشفه هنا الحقيقه ما عندناش غير الزاويه دي، وبالتالي هنمشي مع قرار الحكم والحكم المساعد. هنشوف في هنا اللعب استمر، هل كان في خطأ ولا لا؟ نشوف اللقطة، المدافع ما خدش الكورة، أهو 26 أهو، وبالتالي عرقلة خارج منطقة الجزاء، لم يحتسب الخطأ، كان يجب احتساب خطأ خارج ولا داخل، مش عارفين هو نازل وفين. ورينا لحظة أهو هنا أهو أهو، ما نعرفش بصراحة.
وهو في الهواء كان بره ولا جوه، ولكن في جميع الأحوال هو في خطأ. الحكم هنا لم يحتسبه. شوف الحالة اللي بعد كده، دي 64، نشوف هنا تحايل واضح، الحكم موجود، هو بيقول له أنا ما بعملش تحايل، أنا وقعت غصب عني. لا، أنت عامل تحايل، قرر الحكم صحيح، قرر الحكم صحيح والتحايل واضح، مفيش أي خطأ أهو. استغل بس مجرد لمس اللاعب لظهره، أو ده اللي أنا كنت بقول لحضراتكم عليه، وضع الإيد، واستغله اللاعب وسقط أو أسقط نفسه، وبالتالي ارتكب سلوك غير رياضي. العقوبة هي الإنذار والاستئناف ركلة حرة غير مباشرة. هنا هنشوف هنا لاعب الداخلية بياخد إنذار، هو الإنذار الثاني أهو، المسك أهو، المسك أهو، منع اللاعب من الهجمة الواعدة. دي كل الحالات اللي كانت عندنا النهاردة. زي ما قلت لحضراتكم تحكيم متزن، ما عندناش أخطاء كبيرة، وفي نفس الوقت بدأت المباريات زي ما قلت لحضراتكم مباريات تبقى صعبة في المقدمة وفي الوسط وفي المؤخرة. كل التوفيق للتحكيم المصري، نلتقي على خير أعزائي المشاهدين إن شاء الله مع المقصورة. أصبح على خير. We'll be right back.